تسريب سعر النوت 9 والمفاجأة القادمة مع أستن وخبر خطير لأصحاب قنوات اليوتيوب. أهلا بك في نشراتك. بعد فوز الأصدقاء الثلاثة بهواتف مقدمة من هواوي، هناك هاتف رابع لا يفوتك. للمشاركة الخطوات بسيطة وسهلة وموجودة أسفل الفيديو. ونبدأ النشرة مع النوت 9. هذه المرة معلومات مسربة عن موعد بيع الهاتف وتسريب السعر الذي لم يكن متوقعا. وصلت مرحلة تسريبات هاتف سامسونج القادم جالاكسي نوت 9 إلى مرحلة عميقة، انتهت حتى إعداد هذا التقرير بتسريب المواصفات الكاملة للهاتف والصور النهائية وموعد الإعلان إضافة إلى السعر. البداية مع هذه الصورة للملصق الدعائي للهاتف، يظهر فيها الهاتف من الخلف والأسفل باللون البنفسجي مع قلم ضوئي قريب من اللون الأصفر. وحسب التسريبات فإن القلم هذه المرة سيأتي مع تقنية البلوتوث، ويظهر بالهاتف وجود كاميرتين خلفيتين وأسفلهما قارئ البصمة بعكس نوت 8 الذي جاء بمستشعر بصمة على مستوى الكاميرا الخلفية. من الأسفل يأتي مكبر الصوت ومدخل USB من نوع C ومدخل السماعات التقليدي، ولا يظهر أن هناك تغييرات جذرية تذكر في تصميم الهاتف. لكن ماذا عن مواصفات الهاتف؟ يتضح من التسريبات أن التركيز الأكبر من الشركة هو على المواصفات الداخلية، وجاء على موقع Android Headlines أن جيب الهاتف الإلكتروني سيكون أقل ظهورا من النسخة السابقة. الشاشة وفقا لتسريبات الموقع التي قال إنه نقلها عن مصدر موثوق داخل الشركة ستكون 6.4 إنش بدقة Quad HD Plus، وهذه زيادة بسيطة جدا عن نوت 8. الرام بسعة 6 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجا بايت، وبمعالج سناب دراجون 845 فائق السرعة. هناك نسخة لعدد محدود من الدول مثل كوريا الجنوبية برام 8 جيجا بايت. المعالج سناب دراجون 845 في الولايات المتحدة وإكسنوس 9810 لبقية دول العالم. أما بطارية جالاكسي نوت 9 فتم رفع قدرتها لتصل إلى 4000 ميلي أمبير مع تحسين الأداء وحل بعض المشاكل التي ظهرت مع نوت 8، بينما الألوان حسب التسريبات فهي الأسود والأزرق والبني والرمادي. سعر الهاتف جاء على موقع بولندي يدعى سبايدرز ويب بأنه سيصل إلى 1160 دولارا تقريبا. موعد الإعلان عن الهاتف سيكون حسب التسريبات يوم 9 أغسطس، وبدء البيع في 24 من نفس الشهر، بينما العام الماضي بدأ بيع الهاتف في منتصف شهر سبتمبر. ونبقى مع سامسونج والتي يبدو أن عليها حماية غرف المعلومات لديها، حيث التسريبات كانت نشيطة الأسبوع الماضي، وهذه المرة مع سلسلة هواتف أستن القادمة والمفاجأة التي تستعد لها الشركة. سامسونج جالاكسي أستن بلس بخمس كاميرات. فجر موقع ذا بيل الكوري هذا الخبر بالقول إن سامسونج تريد تحقيق قفزة قوية مع هاتفها القادم، والذي سيكون احتفالية الشركة بالذكرى العاشرة لإطلاق أول هاتف من سلسلة جالاكسي اس. موقع الصحيفة ذكر أن أحد إصدارات هواتف أستن سيحتوي على كاميرات مزدوجة أمامية فضلاً عن 3 كاميرات في الخلف، ومن المرجح أن كاميرات الهاتف ستكون الأولى المزدوجة بعدستيها بدقة 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية الجديدة بدقة 16 ميجا بيكسل، وتصوير بزاوية واسعة تصل إلى 120 درجة، مع العلم أن كاميرا S9 Plus توفر مجال رؤية بزاوية تبلغ 77 درجة، لذلك فإن عدسة أستن Plus واسعة الزاوية من شأنها تقديم قفزة كبيرة في التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية. من المثير للانتباه أن هذا التسريب جاء بعد تسريبات أن سامسونج سوف تطرح هذه المرة 3 هواتف من سلسلة X بعكس العادة، حيث تطلق هاتفين فقط وهما النسخة العادية ونسخة بلس. التسريب الذي جاء على موقع سام موبايل المهتم بأخبار وتسريبات منتجات سامسونج قال إن الهاتف الثالث هذه المرة سيكون بمواصفات أعلى من الهاتفين الآخرين وبعض المواصفات الجديدة، وربما ما يكون هذا الهاتف هو صاحب الكاميرات الخمسة، وذلك على غرار ما تفعله هواوي بإطلاق نسخة برو مع كل سلسلة جديدة من ميت أو بي. وفعلا هذا ما قاله التقرير، بأن النسخة الراقية من الهاتف ستحمل 3 كاميرات خلفية مع مستشعر للبصمة مدمج في شاشة الهاتف، والتي يبلغ مقاسها 6.44 إنش.
أما الإصدارين الآخرين فيحملان كاميرات مزدوجة مع شاشة بمقاس 5.8 و 6.2 إنش، لكن الجديد هذه المرة أن مستشعر البصمة سيأتي في جانب الهاتف على طريقة هواتف إكسبيريا سوني وليس في الجزء الخلفي كما عودتنا سامسونج في الفترة الأخيرة. ولا زال موعد الإعلان متضاربا حتى اللحظة، إن كان في معرض CES بشهر يناير 2019 أو في فبراير خلال معرض MWC. إطلاق فيديو محترف على يوتيوب، قصة مرهقة من الألف إلى الياء. لهذا ندعوكم دائما الاشتراك وتفعيل الجرس، لكن المؤسف أكثر، ماذا لو اكتشفت أن كل تعبك صار عند غيرك؟ تخيل أنك صاحب قناة، ابتكرت فكرة فيديو، ثم دخلت مرحلة الإعداد، ثم تحضير اللوجستيات لإنتاج المحتوى من كتابة وتصوير وتسجيل صوتي وإخراج ومونتاج وجرافيك وما يحتوي كل ذلك من تفاصيل مرهقة، ثم يأتي شخص ما بطريقة ما وبكل بساطة يأخذ الفيديو وينشره على قناته. هذا كابوس يعاني منه أصحاب القنوات وإنتاج المحتوى، وهو قرصنة لطالما وضعت شركة جوجل الملكة ليوتيوب في صداع شديد من كثرة الشكاوي. لكن تقريرا لصحيفة فيرايتي الأمريكية يحمل خبرا سرا لأصحاب المحتوى الأصلي بالكشف عن استعداد منصة يوتيوب إطلاق أداة لمطابقة حقوق الطبع والنشر، والتي يمكنها الإبلاغ عن مقاطع الفيديو المسروقة والتي تنتهك حقوق المحتوى. وفقا للتقرير، فإن الأداة الجديدة خضعت للاختبار التجريبي لمدة عام تقريبا، ومن المتوقع طرحها خلال الأسبوع المقبل للقنوات التي تضم أكثر من 100,000 مشترك. وسيرى منشئو المحتوى تبويبا لحقوق الطبع والنشر في شريط التنقل الأيمن في يوتيوب استوديو، وهو لوحة التحكم الجديد للقنوات، وسيتم جمع مقاطع الفيديو المطابقة والتي تعرفت عليها أداة يوتيوب الجديدة. بعد ذلك يمكن لمنشئي المحتوى إرسال رسالة إلى القناة المسيئة أو طلب إزالة أو مجرد أرشفة الفيديو المطابق لعدم اتخاذ أي إجراء. وأوضح يوتيوب لمنشئي المحتوى أن مجرد العثور على فيديو مشابه لمحتواهم لا يعني أنه ينتهك حقوق الطبع والنشر تلقائيا، إذ يمكن إدراجه تحت مسمى الاستخدام العادل أو التعامل العادل أو استثناء مماثل لحقوق الطبع والنشر نشر، بالتالي يسمح بنشره من قبل شخص آخر غيرك. وكان يوتيوب أزال 8,300,000 مقطع فيديو لانتهاك إرشاداته خلال الربع الأخير من عام 2017. وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية ذكرت في تقرير لها أن بطولة كأس العالم الجارية هي الحدث الرياضي الأكثر قرصنة في التاريخ، واتهم التقرير المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل فيسبوك ويوتيوب بأنها أكثر المنصات استغلالا من القراصنة لبث المباريات. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن رأيهم في لعبة الحوت الأزرق، إن كانت هناك مبالغة أم أن الأمر فعلا خطير. قال 60% من متابعي رقمي إن اللعبة خطيرة جدا ويجب أخذ الحيطة والحذر منها لما لها من آثار مدمرة على مستخدميها، خاصة الأطفال والمراهقين، ويجب توعية أبنائنا لمواجهة هذا النوع من الألعاب الهدامة والعمل على حظرها ومنع تحميلها عبر الإنترنت. فيما قال 40% الباقون من متابعي رقمي إن اللعبة خطيرة وتلعب على نفسية الأطفال، ولكنها أخذت حيزا إعلاميا أكبر من حجمها، وإن الأخبار المتداولة بشأنها مبالغ فيها ويتم تضخيمها إعلاميا. الفائزون 5 بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين على فيسبوك. والآن أهم الأخبار، ونبدأ النشرة مع الخبر السعيد للمصممين وأصحاب الآيباد. شركة أدوبي تخطط لإطلاق نسخة كاملة من تطبيق فوتوشوب الخاص بها لأجهزة آيباد العام القادم. ولأول مرة منذ 6 سنوات ارتفع نمو مبيعات أجهزة كمبيوتر سطح المكتب واللابتوب بنسبة نمو وصلت إلى 2.6%. شركة جوجل تقول إنها أضافت ميزة تعمل بشكل تلقائي في متصفح جوجل كروم لأجهزة الكمبيوتر في محاولة لمحاربة ثغرة سبكتر، لكن الخبر السيء أن هذه الميزة ترفع من معدل استهلاك المتصفح من الرام.
موقع تويتر يقول إنه بدأ بإغلاق عدد كبير من الحسابات، لذلك سيلاحظ المستخدمون للموقع انخفاض في عدد متابعيهم خاصة الحسابات الكبيرة. وهاشتاج كم فقدت من المتابعين يتفاعل مع القضية. وجاك دورسي رئيس تويتر يقول إنه خسر 200 ألف متابع، والحسابات المغلقة هي التي لم تثبت ملكيتها حتى الآن عبر البريد الإلكتروني. تقرير يؤكد أن شركة سامسونج ستعلن عن ساعة ذكية جديدة خلفاً لساعة جير اس 3 الشهيرة، وذلك في معرض IFA 2018 أواخر شهر أغسطس وأوائل سبتمبر، ولكن من المرجح أن يطلق عليها اسم جالاكسي ووتش. ارتفاع نسبة الأصوات التي تطالب بحظر لعبة فورتنايت بسبب ما وصفوه العنف الزائد في اللعبة، وآخرها بالمملكة العربية السعودية بعد انتشار مقطع فيديو لطفلين خائفين بسبب اللعبة، ولم يتسنى لقناة رقم التأكد من صحة مما ينشر عبر مواقع التواصل. لايك وشير لدعمنا، ونختم مع هذا الفيديو. نلقاك الأحد القادم، إلى اللقاء.